تجاوزت حد النقاء المسموح به. هذا ما أعلنت عنه وكالة الطاقة الذرية بخصوص اليورانيوم الإيراني، محذرة من خطورة هذا الموقف. بيان الوكالة هذا جاء قبيل دعوتها لاجتماع حول ما أسمته السلوك الإيراني. واشنطن وخلال هذا الاجتماع قالت بأن النظام الإيراني يعمق عزلته الدولية ويعمل على ابتزاز المجتمع الدولي. هذا الابتزاز بحسب ما ذكر مسؤولون أمريكيون لن يؤثر على القرار الأمريكي للتراجع عن العقوبات المفروضة على اقتصاد طهران. الولايات المتحدة ذكرت أيضا خلال اجتماع وكالة الطاقة في فيينا بأنها لم تقفل باب التفاوض مع الإيرانيين، وأنها لا تزال على استعداد لعقد مباحثات لتهدئة الأوضاع دون شروط مسبقة. ليعود ترامب وفي أعقاب هذا الاجتماع الطارئ ويذكر الإيرانيين بأن لبلاده القدرة على فرض مزيد من العقوبات ما لم تتراجع عن تهديداتها بامتلاك سلاح نووي لتهديد العالم أجمع. تحذيرات ترامب هذه جاءت بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة لعقوبات على قيادات تتبع للجناح السياسي في ميليشيا حزب الله اللبناني، ليؤكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية لصحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن لا تميز بين الأجنحة السياسية والعسكرية لميليشيا حزب الله التي تدعمها إيران.